محلي تو نسيبك جايين نرمي مو راهي تو نشوف البنان في القفة راهو الحوت راهو الحم مش ماخذين المحشيش وهزولهم تهز يا عيب قاعد تقول في كلام راهو الناس مخلطة شنو هي بنانة معلم تو في وسط الرجال هذه تقول بنانة بالرسمي وينك قدر شوية صحايب شنو تو في وسط العباد هذه كلها تقول لنا بنان وحوت عيب هذايا برجولية تطيح قدر وصلناك بحاجه تقول بنان تو جاي طالع احنا نتاع بنان احنا عيب يا حوت اي ها لا هذاك الصفر العظيم حوت والحم خويا راهو ريسك خاطر تو الزطه تتباع في كياس تحت الجوامع والحوت والحم ممنوع البطاطا وين يا ود ممنوع ما فماش البطاطا الدبن الدوام يلا دبناها دبناها كم حك ليها الحمام والفصدق ما نعرف شنو والموضوع هذا كله فصدق ليها الفار عاد بقشور وقال لك اي ريت وانا الفار انا عندي بورش كايان او الدور باه الفار مو كاستم جو باه ومركب نبض ذهب تو تقول لي حكم الفار عامل نبض ذهب ريت المره ضحك لي المره اخرى متعدي بالبورش قال لي صالي يا ما عادش نجم يتكلم بالعربي بالرسم شم الفصدق اللي كليها هو دي طرشق الحمام مش ديجا حرقت صحيح ولا دبرت واحد قاوري الحمام هزت له القمح ومشيت على اشتغل مشيت على روح قطع حتى هي ما عادش تحب تعيش طرف القمح كليتها مش ولا مسير فيك انت قلت لك هاو يزيونا سايي جيم اوفر وفات اللعبه خلينا نمشي ونهجوا منها الناس الكل ما سامحني باب عائله وتحكي كي تقول لي نهج عائله عندي زوج صغار وعائله عندي زوج صغار تقول لي كان جي خرجت سايبوني نحرق سيبوني نحرق كان مشدنيش الحاكم تو نحرق انا نخفي 50 دينار نهاري دينار قسمها لي انت 50 سامحني 50 دينار نهار يعني شهريا 15000 نركب 15000 ترونسبور مش لازم انا نصرف خاطر انا والله لا نفطرها بالرسمي نحكي معك سوريا واصحابي الكل كانوا يشوفوني طيارفون ما نفطرش في الخدمه نركب 15 دينار نقضي قضيه الدار اليوم تغود لازم ندبر من عند شكون باش نعاود نركب باش نعاود نركب ونعاود نمشي نخدم كيفاش تقولي باش نجمو نعيشو في تونس حتى هذه حتى بتفادليك معاش نجم ها عايشين على الكرة تريتها بالحق على الكرة على الحشيش تنجم تشري كان شوي سفناريا شوي سلك شوي مادلوس هكاهو اكثر من هكا هذيك حاجه تنجم تقطعها البطاطا والبطاطا كيف هي كيف المنانه كيف الورقه كيف العام العلوش كيف الغزال كيف ولد كيف هكاك شنو عافسنا في طرف بطاطا وتهز بالرسمي برا امشي توا برا انت برا جيب لي توا كيلو بطاطا نظيف جيب لي كيلو بطاطا نظيف وعاود اوزنه عند واحد اخر ساعه تلقاه 700 غرام ماهوش كيلو ما من قدره ربي كيما نقولوا مش الكل راهو ديما فما البيع وفما الخايب مش الكل اسمعني انا نتحديها ما عندي ما نخسر نتحدى واحد نظيف يجيني واحد نظيف لا نظاف ما عادش يخدم وما يخلوهمش يخدموا نظاف هم مسكرين نظاف نظاف ما يخلوهمش يخدموا في تونس اي واحد نظيف راهم يوسخوه وما يخلوش يخدم خضار بني دهان يقعد كان الخايب وخوه هبط له شيء كاميرا القفه هذه فيها الحم والحوت لا لا ما لا والله لا نشريهم لا الحم لا حوت يصلي على الحم تفجع يصلي على النبي صاحب الحم وحوت الضم طرف الضم طرف بصل ولفت وهن نحب نجبدهم كل واحده هاي خوي وريني قال فيش تبيع كل شيء بالحاضر ريتم هضامة السنة لحظة باش نوريك جيبي في هذا كاو لا نحب كل شيء تعرف نحب حتى شيء تقص فريت هذوك احسبهم لي بقد ايه قاعد تصور فيهم ولا هذوك ما قادش طلعوا لحظة باش نوريك الصرف 15000 هضام بقيت الصرفات تاع 20000 مازلت ما خديت حتى شيء انا مازال ولا سنه ترفع حشيش ما خديت حتى هيك خديت حاجه قول لي هذوك وكان نقول دبوا الزيت وحكه الطماطم نتاعها يا ولد الزيت دورناها زبده تعال هذا ثقافه اخرى الزيت نجم تشريها حتى اليوم الطماطم عاش ياخذ دبوا زبده اليوم جايب حذايا نسيبي بالرسمي جايب حذايا نسيبي لاني فاهم شنو باش نعمل جينا هيش اليوم مواطن تونسي ولا خايف من الضيف يا ولدي ما نحبش الضيف ما نحبش كل شيء بحذايا كان نكلمك تو المدام تقول لك راهو نسيبك جاي والعائله كلها جايه تفرح ولا لا لا نقول لها قول له يهزك تمشي الدار باباك افطر وبعد نرجعوا لك مبروك عليك اليوم واش بيت في الصاله لا بطبيعتي شنو هو تو بالله سامحوني خانا وثم واحد منكم يبات في بيت النوم احنا عندنا بيت نوم تقدر نحكوا في حكايه راهي موجوده كان في الاشهارات شكون عنده بيت نوم بالرسم
انت شكون منكم يرقد عنده بيت نوم ويرقد مرتاح؟ يلزمك ترقد في الساله ولدك منه وبنتك منه وكل واحد عامل لك جوج ماش في راسك والخدمه ما فماش ومقايله من كتفاس. هذيك تونس اخوي. سامحني تو نسيبك جايين نرمي مو راهي تو نشوف البنان في الخف راهو الحوت راهو الحم مش ماخذين محشيش وهزوا لهم. يز عيب قاعد تقول في كلام راهو الناس مخلطه شنو هي بنان يا معلم؟ تو في وسط الرجال هذيا تقول بنان. اي بالرسمي وين؟ قدر شويه صحايب شنو تو في وسط العباد هذيا كلها تقول لنا بنان وحوت؟ اي بذايب رجولية تطيح قدر ودي احترم قد لا احترم وصغار ودي لو حنين عليها هكا اليوم اليوم عيب كلمة بنان سامحني مو عيب الاغلاء مش البنان اي ما الاغلاء صحيح اي العيب الاغلاء مش البنان يا دي عيب ما تقوليه طب كيف هذا مسكين اخضر صغير تشه استغفر الله تقول بنان وصلناك بحاجه تقول بنان تو جاي احنا نتاع بنان احنا عيب يا الحوت هاي ها الحوت لا هذاك الصفر العظيم خي اسمعني اذا ثم حوايج ما نجمش الامور السياسيه ما نجمش ندخل فيها يرحم والديك ريت تقول لي حوت ولا حوت والحم راهو ريسك اسمع حوت والحم خويا راهو ريسك خاطر تو الزطه تتباع في الكياس تحت الجوامع والحوت والحم ممنوع الله يقدر خيرك الزطله والغبره والكوكا والسوبيتكس والهم الازرق تحت الجوامع تحت الجوامع واضح ولا لا نقول ها يا دي ما عندي ما نخسرت يا دي عمري 42 سنه خسر انت قلت لي المخدرات تحت الجوامع والبطاطا وين يا دي ممنوعه ما فماش البطاطا الدفن الدوام يلا دفناها دفناها سامحني لحظه بالرسمي بالراي بالله سامحوني كلمه ثم جماعه في فيديو عندهم كاميون ويم قاعد يدور الزره بالك يطيشوا في البطاطا عليه الدولة ويني؟ الدولة غايبة الدولة وين هي؟ علاش هذاك يطيش في ملك الشعب؟ قبل يكبوا في الحليب والقمح كليها الحمام والفزدق ما نعرف شنو والموضوع هذا كله. الفزدق كليها الفار عاد بقشوره قال لك. يا ريت وانا الفار انا عنده بورش كاين ودور بها الفار. كاستم جو وباه ومركب نبذ هب. تو تقول لي. مركب الفار. عامل نبذ هب ريت المرة. ضحك لي المرة أخرى متعدي بالبورش قال لي صالي. تشاو اميغو. هذا ما عادش نجم يتكلم بالعربي. بالرسم بسم الفزق اللي كلي هذا ودي طرشه هذاك هو الفار هي الحمام الحمام مش ديجا حرقت صحي ولا دبرت واحد قاوري الحمام هزت له القمح ومشيت اشتغل مشيت على روحه قطعت حتى هي ما عادش تحب تعيش طرف القمح كليتها مش شغل مزيان بالرغم الازمات اللي نعيشوا فيها المواطن تونسي ديما يضحك وديما فرحان وبيلعب لفته مساج باش نوصله للعباد بالرسم مساج نتاع عباد واعي بالله كان تحبوا تكرهونا في بعضنا التوانسه ماناش باش نكرهوا بعضنا وصابرين حليتنا احنا رانا مدمرين وصابرين ونقول لك احسن راي قلوبنا حجر رانا جايين من السباسب العليا وجايين على مبينك الربي نحن اختصاصنا تمرمية تحبوا تدورون على العباد اللي قاعده تخدم وعلى مش باش نبدا اكل اللغه دربوكه ولا باش تدوروا مش باش تدورون على العباد اللي تخدم هما يخدموا برجله واحنا صابرين برجله وما عندكم ما تعمل بطاطا خبينا مغطينا ويطلعوا بالصندوق انت قلت البطاطا موجوده وين وريني البطاطا موجوده غادي كاين موجود هنا مش موجوده هاني معاك ندوروا مع بعضنا وريني كيف غاديك ومغطاها لا انت لا اي فما وريني هوني هانا بعضنا بالكاميرا وريني كان فما بطاطا خلينا نشوف انا باب الجبانه من تالي مغطاه ويطلع بالصندوق وما يجيش بدا الصندوق الثاني الى ما جويده تتباع كي يفرغ الصندوق الاول معناها جويده ب 2400 ما صب صب القدس خلي العباد تعبي شنو ما جويده تحسبها لي ب 2400 عاد انا ناخذوا احنا من كارفور ناخذوا فيها ب 1650 لازمني نقلي ناه خليني ما نقليش حتى ترخص البطاطا مش من الواجب علي انا باش ناكل المقلي خليني ناخذ نعمل مرقه البطاطا ونعمل المطبوخ بال نتاع الفريجو وصلنا للدرجه هذه اي وصلنا للدرجه هذه وين من النصابه كي نزل عليهم المعصار النصابه وين وين النصابه كلمني علاش على خاطر قفلهم خاطر قفلهم مستانس السوق هكا اليوم وينهم النصابه كنت تنزلوا عليهم انتوما يقطعوا مش لازم يخدموا فهمتني يا يضربونا كيلو البطاطا ب 4000 وب 3600 واللي ياخذ في 20 دينار اللي ياخذ في 20 دينار وين باش يقسمهم؟ معناتها اليوم كي كثرت الحملات الرقابيه هرب الخضاره وين الخضاره؟ ها ناكلوا الكرثون والسلق والمعدنوس وخليهم هما الفلفل والطماطم يشيخوا بهم رواحهم والبطاطا فهمتني؟ تو بربي خلينا نقول له كلمه حق اليوم المواطن اللي يتكلم يقول لك البطاطا يا اخي البطاطا حاجه اساسيه ما حاجه تغلى من قطعها ولا اللي عنده صغار يحبوا البطاطا شنو يعمل؟ اسمح ما يهزوهاش لمجه يعمل لهم شويه فريت فهمني شنو يعمل؟
كل شيء الزوالي يموت. لا لا كنا نعيشوا بجمال الفرفوشه والبصل والواحد اقطعها البطاطا نحاها وما تاكلش الفرفوشه ياكل ياكلوا. لا لا سامحني عايش خويا هتو كل شيء توجد الحاجه غلطت نحن نحبها خويا يا خويا عايش خويا ما نغلطوش الصغار تو كي تمشي للروضه وكل شيء ما ياكلوش الفرفوشه. اليوم احنا عندنا سيس مقاطع ولا كل حاجه تغلى نقطعها ولا كل حاجه تغلى نقطعها ولا احنا نقطعها احنا زواولة مقاطعينها والروس الكبار لاباس عليها اللي يضرب في 5 ملايين و6 ملايين شهريه يقولك حتى ب 4000 انا نشريه حتى ب 10000 يوصل يشريه. علاش احنا زواولة نموت واحنا ما خلقناش ربي في الدنيا هذه؟ وريني القضيه اللي عندك هذه شنو؟ ها وسرق وما عدنوس ها وكسرق ها وين وما عدنوس ومروح على روح كعبات شنو ونروح على روح؟ علاش كلفت لك القضيه؟ 5000 فرنك تو نبقى جمعه وانا ناكل اي ولي عنده صغار اللحم وينو يا ميم؟ اليوم توصل نجم ياكل لحم على اللوش نمشي نشري الدجاج ما عنديش باش نشريه انا اللحم والحوت ما ناكلوش نشري سردينه كي تولي ب 3000 اليوم مواطن تونسي ولا يستغنى على اللحم والحوت والغله باش نجم يركب تنجر اي واللي كاري واللي كاري وعنده 4 صغار يقروا ويمشيوا للحضانه المراه تو تشدك صغير ب 100 دينار حط 4 صغار انت و 400 دينار كراه اي وين يمشي وين يقطع روحه تراه قول لي يمشي يسرق يمشي الحبس زيدوا مازال يتنفس مش مديده في الشارع عايش خويا كونوا واقعين مع بعضنا الدجاج الكيلو ب 8500 الدجاجه فاش يعملوا يحط لك دجاجه ولا زوز ويولوا يفصصوا فيه الكل في خاض وصدوره هذاك اللي عندي هيا قال لي قلت له بقد دجاجه قال لي الكيلو 8500 اعطيني شطار قال لي لا نحسبها لك ب 11.5 كي تاخذي شطار قلت له معناها العنكوش والجناح نطل لوحهم وتحسبها لي صافيه اي التسعيره وين التسعيره وين ما حاش حاجه تبلاك ما حاش حاجه ولا الدجاجه ولا يخدموا كيف ما همش الكل راه ما فيهم ما همش الكل الدجاجه ما فيهم قفة اليوم نتاع جمعة كاملة بلحمها بحوتها بخضرتها بغلتها وبدجاجها قداش؟ أنا 100 هذه نتاع جمعة يا حكي أنا 100 نتاع جمعة 100 150 دينار 150 دينار 150 ألف 150 أنا اخزر انا 150 لا لا ماهوش علوش 150 دينار وامشي معايا تو كايه ونقضي قدامك ونحط في القفه كما تلقاش 150 دينار اللي في بالك اعمله